لأي أحد، وليرسل رسالة مطمئنة واضحة لنصارى مصر أنهم في تلف الشريعة وفي ضلال الإسلام، آمنون مطمئنون، الكل أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذه كلمتي أقولها لله أرضي بها ربي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأسأل الله أن يجعل مصر في كنفه وأمانه وفي عنايته ورعايته وفي معيته وحفظه، وأن يولي أمورها خيارها وأن لا يولي أمورها بذنوبنا شرارها، إنه ولي ذلك والقدر.